ربي نبغي هنا مناسبة لتجديد العهد، مناسبة للبعث برسالة بالنسبة للرأي العام الصحراوي بأنه من الممكن التعويل على الجالية الصحراوية بفرنسا الآن وغدا كما كان بالماضي، ولكن أيضا رسالة إلى فرنسا وإلى الرأي العام الفرنسي بأن الشعب الصحراوي يتطلع إلى أن فرنسا تغير من موقف المنحاز بشكل واضح للطرح الاستعماري المغربي، وبأنه تلعب الدور الإيجابي المنوط بها واللي هو دورها الطبيعي يفترض في تسوية النزاع في الصحراء الغربية على أساس القانون والشرعية الدولية، ولكن أيضا على أساس الممارسة الديمقراطية ومن خلال استبداء تقرير المصير. هذه المناسبة مناسبة 43 لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على نحتفل بها اليوم في هذه المدينة اللي هي لينوفا، مدينة لينوفا الفرنسية اللي تأسس فيها التنظيم السياسي أفريل 1974. أشكركم أنكم تعطوا لي هاي الفرصة باش نتكلم عن كامل عدلت من النشاط. راني مهنية به المعتقلين في المسلم، ومهنية به المناضلات الصحراويات جابرات ياسر مليهان ويسمح لنا منهم ويطلسنا بحقكم هم اللي كاملين لهذا الوجه المحتلل، ومهنية به هم اللي بجال عليكم الفان في مقيمات الإزة والكرامة، ومهنية به هم اللي جميع الجمعيات اللي يمثلون جمعيات أهل الصحراء اللي يمثلون في إسبانيا، يمثلون في بلجيكا، يمثلون في فرنسا، يمثلون في ألمانيا. اسمك بعدين تحيا لي، اسمك هو الاعلان الكبير.